بعض الساسة، نريد منك أن تصدق معنا وأن تبين لنا الحق والحقيقة. نعم أقول مع ذلك كانت أمة النبي ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، كانت ولا زالت وستظل أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. أحبابي أساتذة الكرام، أيها الآباء والأمهات، الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول، الأيام دول على مستوى الأمم، بل على مستوى الجماعات، بل على مستوى الفرد. أنت بين قوة وضعف، بين غنى وفقر، بين سعادة وشقاء، بين حزن وألم، بين ألم وأمل، بين بسمة ودمعة، بين حسرة ومرارة، وبين فرحة وابتسامة. نعم الأيام دول، قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لطالما مكن الله للأمة، لطالما سعدت هذه الأمة، لطالما حولت العالم القديم كله إلى كثيب مهيل، أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة، وقدمت لأهل الأرض حضارة مشرقة متألقة في العلم، في جانب العلم والأخلاق والعمل معه. نعم يا إخوة، الأمة الآن مرضت، نعم مرضت ونامت، ولكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله، لن تموت بإذن الله، لأن الله شرفها وجعلها أمة خاتمة لتحمل رسالة النور، رسالة التوحيد، رسالة الحق والخير إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مرضت، نامت، صحيح، ماتت، لا، ولن تموت أبدا بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم إذا أردتم أحبابي أن تعرفوا قدر الأمة ومكانة الأمة، فلتكونوا على يقين مطلق أن أمة الحبيب هي الأمة الوحيدة الآن على وجه الأرض التي تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل جميع الرسل بدءا من نوح وانتهاءا بمحمد صلوات الله عليهم أجمعين. أمة النبي هي الأمة الوحيدة الآن على وجه الأرض التي تقول لا إله إلا الله محمد محمد رسول الله. يا لها من كرامة، اسمع لقول ربك: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يا أخي هذه ليست شهادتي، حتى لا تتهمني، حتى لا تتهمني بالتعصب للأمة، أنا متعصب للأمة بالحق والعدل، لأنها شهادة الله للأمة، لأنها شهادة النبي للأمة. نعم قال الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال الله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال الله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا تغتر، لا تغتر، لا تغتر بهذه المظاهر الكاذبة الخادعة بين يدي غير المسلمين. لا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال الله جل وعلا لحبيبه المصطفى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما تغترش. قالوا لنا: الغرب الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكين. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوين. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. قال جل وعلا: قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا ينبغي أن تغتر أخي الحبيب. أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أشرف أمة، وهي أكرم أمة، وهي خير أمة، وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم صحيح، هي مصابة الآن بمجموعة خطيرة من الأمراض وبمجموعة كبيرة من العلل. وقد لا أوافق على هذا السؤال: أين الخيرية في الأمة؟ انتهت الخيرية وزالت الخيرية؟ لا، ما زالت ولن تزول بإذن الله جل وعلا. لكنني أوافق على أن نطرح السؤال بطريقة أخرى وبصياغة جديدة: كيف نعيد الأمة إلى مكانتها وريادتها وقيادتها وعزها ومجدها الذي أراده لها ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو السؤال، هذا هو الذي ينبغي أن يطرحه الآن القادة والعلماء والساسة والوزراء والدعاة والرجال والنساء والأطباء والمهندسون وكل المسلمين الصادقين. هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه الآن كل مسلم صادق. نريد أن نجيش الطاقات الهائلة في الأمة، وأن نعلي من جديد كل همة، وأن نشخص الداء، وأن نستل جرثومة هذا الداء البغيض الأليم الذي استشرى في جسد الأمة.